يعني كنت مسافر للأردن في التسعينات وعند ضابط جوازات احنا وفد رايحين لا مدعوين في مهرجان جرش، فانطيت الجواز ضمن الوفد وطمغوا جوازات الوفد كله، بقى بس جوازي. نعم. والوفد متأخر عليه، جيت لي الضابط هذا المسؤول يما بنية قاعدة ويما ضابط آخر يقعد، قلت له استاذ لطفك عن جوازي ويا الوفد فتأخر. قال لي روح اقعد يا زلمة، اقعد في مكانك. بس نهارني يعني استائيت، رغم ذلك قعدت لي انا ما يعرف. كانوا عراقيين هواي على الشباك، فيعني قعدت ربع ساعة ورجعت عليه، قلت له إذا ماكو أقول له انطيني جواز ما أدخل أرجع. نعم. فجيت عليه قلت له أستاذ، قلت لي انتظر، وانتظرت والوفد متأخر على مودي، لو سمحت أما تطمغ لي جوازي أو تعطيني أرجع. قال لي أنت شو اسمك؟ قلت له عريان، بلهجته يعني عريان. قال شو؟ قلت له عريان. قام يضحك ضحكة، في حين الأردنيين كثير عندهم ما من هذا الاسم. فسكتت أنا، قلت خليه يضحكون ويقلب بالجواز. قال لي شو تعمل؟ قلت له أنا شاعر مدعو عندكم في مدرسة. قال لي شاعر؟ والله ما بعطيك الجواز إلا تسوي لي شعر على أبو حسن. قلت إيه. فقلت له زين اسمع، باوعة العراقيين كلهم يعني ينظروا بعين شو اسمه الدول اللي موجودين يعرفوني. نعم. فقلت له اسمع، عليت صوتي قلت له الدنيا منايا وعلى الروس الدور، وتلقط بالجحاف تقول لقط صدور، ربك من خلق جنة وبناها قصور، يا كلاش انت يحطك بيها. قلت الله 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 عراقيين خربوا من الضحك، قالوا عاشت ايدك رديت الهيا ضعيف.